ما التحق بباب النون الساكنة من الكلمات. ثم بعد هذا ننتقل إلى الميم لأنها أخت الميم الساكنة. سبق في دروسنا الفارطة أن الميم الساكنة لها أحوال ثلاثة. الحالة الأولى حالة الادغام بغنة، الحالة الثانية حالة الإخفاء ولا يكون إلا بغنة، هذه قاعدة، الإخفاء لا يكون إلا بغنة، والحالة الثالثة حالة الإظهار. فأما الحالة الأولى فإنها تراعى للميم الساكنة عند حرف واحد وهو مثلها، فإذا وقعت قبل مثلها أي قبل ميم أخرى فإنه يتعين فيها الادغام، ويجب أن يكون الادغام هنا بغنة لأنه يصير من باب الميم المشددة، وكل ميم مشددة لا بد من مصاحبتها لغنة، فغنة نونا ثم ميما شددا، وسمي كل حرف غنة بدا، وغنة قد أوجبوها أبدا في النون والميم إدامة شددا كما هو مقرر عند أهل العلم بالتجويد. مثال ذلك قوله تعالى ومثلهم معهم، ومثلهم معهم، فمثلهم هذه ميم ساكنة، فإذا وصلتها للميم التي تليها فلا بد من إدغامها في هذا إن مسك الميم، وهو من عدا أبا جعفر والمكي، فمن عداهم فمن عدا هذين القارئين فإنه يسكن الميم، فحينئذ يجب إدغامها بالميم. وأما في قراءة أبي جعفر وكذلك في قراءة المكي فإنه يصل هذه الميم أي ميم الجماعة فيقول لهم مثلهم لهم ومثلهم معهم ومثلهم معهم رحمة من عندنا إلى آخره، ومثلهم فتكون الواو فاصلة بين الميم وبين مثلها وبين الميم التي بعدها، فلا يجوز حينئذ الإدغام لوجود فاصل. فالميم عندما قرأها هنا بالتسكين يتعين إدغامها بغنة في الميم التي تليها ومثلهم معهم. الحالة الثانية وهي حالة الإخفاء ويجب أن يكون بغنة دائم وأبدا هي ما إذا كانت قبل الباء، كقول الله تبارك وتعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وكقوله تعالى أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتبون. فالميم هنا يا تاعي فالميم هنا تخفى، ومنهم من أظهرها هذه الميم إذا كانت أصلية، منهم من أظهرها فيقول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وهذا بالنسبة للنون الأصلية أي الأصلية الذات والأصلية السكون، فإذا كانت النون أصلية الذات وأصلية السكون فإنه يجوز فيها الأمران الإظهار والإخفاء. الإخفاء هذا هو المختار والمنتقى والمصطفى عند أهل العلم بالأذى، ويجوز فيها الإظهار ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، هذا هو وجه الإظهار، ويجوز الإخفاء على وجه الرجحان ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أما إذا كانت النون الميم غير أصلية أي كان أصلها النون الساكنة أي كانت مقلوبة عن النون الساكنة فإنه يتعين فيها الإخفاء قولا واحدا أي عند جميع القراء، وذلك كما في قوله تعالى فيما سبق لنا أنبئهم، فهذه الميم المقلوبة عن النون أنبئهم يتعين فيها الإخفاء ولا بد ولا يجوز فيها الإظهار، فلا يجوز أن نقول أنبئهم بأسمائهم. الميم الثانية وهي الأصلية يجوز ظهورها أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إلى آخره. أما هذه الميم المقلوبة فإنه يتعين إخفاؤها قولا واحدا بدون خلاف بناء الأداء، وكذلك أيضا بالنسبة لما إذا كانت
لما إذا كان سكونها غير أصلي أي كان عارضا، وذلك كما في قراءة أبي عمرو البصري في قوله من مثل قوله تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين، إن الله قد حكم بين العباد الذي علم بالقلم. وذلك إذا فإنه إذا كانت الميم عنده متحركتان قبل الباء فإنه يسكنها ويخفيها بشرط أن يكون ما قبلها متحركا، ما إذا كان ما قبلها ساكنا فإنه يبقيها على حركتها كقوله تعالى: وأوصى بها إبراهيم بنيه. إبراهيم بنيه، فلا يجوز هنا أن يقول إبراهيم بنيه لوقوع الساكن قبلها، فهو يجوز تسكينها ما لم يقع ساكن قبلها، فإن وقع ساكن قبلها فإنه يوجب إبقاءها على حركتها المتأصلة بها كما هو معروف. فهذه الميم عند أبي عمرو البصري يتعين إخفاؤها لأنها غير متأصلة السكون، ليس أصلها، ليس سكونها أصليا، فلذلك يتعين فيها الإخفاء. فالميم إذا لم تكن أصلية في ذاتها أنبئه يتعين فيها الإخفاء كل واحدا، وكذلك إذا لم تكن إذا لم يكن سكونها أصليا فإنه أيضا يتعين إخفاؤها الذي علام بالقلم إلى آخره. أما إذا كانت أصلية الذات وأصلية حركة الهيئة وهو السكون فإنه يجوز فيها الأمران مع رجحان الإخفاء، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ويجوز على وجه الرجحان ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الحالة الثالثة لهذه الميم الساكنة هو حالة الإضافة، وذلك إذا وقعت قبل غير مثلها وقبل غير مقاربها، قبل غير المثل الذي هو الميم لم تقع قبل الميم، وقبل غير المقارب لها وهو الباء أو مجانسها، لأنها تجانسها إنهما من مخرج واحد، فإذا لم تقع قبل المماتين ولا قبل المجانس فإنه يتعين إظهارها قولا واحدا، غير أن هذا الإظهار يتعين الحرص عليه والعناية به أكثر إذا كان قبل المقارب من واو أو فا. إذا وقعت هذه الميم الساكنة قبل الواو وقبل الفا فإنه يتعين الحرص على إظهارها أكثر مما إذا وقعت قبل غيرهما أي قبل غير الواو والفاء، فذلك كما في قوله تبارك وتعالى: هم وأزواجهم في ظلال، هم وأزواجهم في ظلال. فهذه الميم قبل الفاء والواو يتعين الحرص على إظهارها، ولكن بدون إفحاش وبدون مبالغة أي بدون خروج إلى جهة القلقلة، فلا يجوز أن نقول هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون كما يقع في ذلك بعض المنتمين إلى علم التشويه، فإن هذا لا يجوز، فالإظهار هنا يجب أن يبقى على حده الذي هو فصل الحرف مما بعده، إن هذا هو الإظهار في عند أهل العلم بالعربية، فصل الحرف عما بعده بدون تراخي، ما كان تراخي هم وأزواجهم في ظلال هذا لا يجوز. ولهذا قال ابن الجزري في مقدمته: احذر لدى واو وفاء أن تختفي، واحذر لدى أي عند واو وفاء أن تختفي هي أي ميم الساكنة، احذر لدى واو وفاء من أن تختفي هي أي ميم الساكنة. لماذا؟ لأن مقاربتها للفاء والواو ربما يضر إلى إخفائها عندهما. ثابتة للميم الساكنة يشير بعضهم في بيتين فيقول: الميم إن سكنت قبل الباء فعرها واحرقها في الإخفاء، وأدغما بغنة في مثلها، وافصل
لدى باقي الحروف كلها. ففي البيت الأول نشير إلى ضبطها، الميم إن سكنت قبل الباء فعرها معنى جردها من الضارة، فهي قد جردت من الضارة. لماذا؟ لتجريدها عن المخرج الأصلي لها في النطق، لأنها عندما تسكن عند الباء تصير مخفاة راجعة إلى الأنف بعد أن كانت ثابتة في الشفتين. ومن ثم تسمى بالميم الراجعة، أي التي رجعت من مخرج إلى آخر، كانت قبل الإخفاء ظاهرة على الشفتين، وبعد الإخفاء انتقلت إلى الخيشوم إلى قاع الأنف. ومن ثم يقال غيبت في الضبط تابعا لتغيبها في الأنف، تتغيب في الضبط يعني يغيب ضبطها، أي لا تضبط، تابعا لتغيبها في النطق أو في الأنف. فلما غيبت في الأنف فقيل فيها أنبئهم بأسمائهم، غيبت لأجل ذلك، غيبت في الضبط، غيبت في الضبط تابعا لذلك. الميم إن سكنت قبل الباء فعرها، وكانوا تيقولوا ديك الساعة المحضرة في الكتاب الميم لا ولا في الباء، ماذا يتغير ودلك البيات؟ نعم هكا كانوا تيقولوا ديك الساعة المحضرة إلى آخره، يقول لي الميم إلى ولا في الباء، ماذا يتغير ودلك الباء؟ الميم إن سكنت قبل الباء فعرها، أي ميم الضبطي، وقرأها بالإخفاء، فمن العيب أي من عيبي المنتمين إلى قراءة القرآن وإلى حفظه أن يعروا هذه النون في الكتابة ويغيبنا في الكتابة ولا يغيبنا في القراءة، مع أنه ما غيب في الضبط إلا لأجل أن تقرأ مغيبة في الأنف، هذه العلة. فإذا قلت مثلا للطالب هذا الميم قبل باهل هل تضبط ولا تضبط؟ يقول لا تضبط، ستتعرى من الضبط. يقول كيف تقرأ؟ يقرأ بالإبهار، الذي يقرأها بالإظهار يجب عليه أن يضبطها، أن يضع عليها الضارة. نعم، فوضع الضارة تابع للإظهار، وعدم وضع الضارة تابع للإخفاء، أي لتغيبها في الألف. شأن النون الساكنة كما سبق لنا قبل الحروف 15، فالنون الساكنة قبل الحروف 15 التي منها اللهويتان في القاف والكاف، ينفق من قبل وإن كانوا من قبل، النون قبل الكاف ساكنة لا تضبط، تعرى من الضارة علاش؟ إنها مغيبة في الأنف. من قبل هذه النون قبل الكاف تعرى أيضا من الضبط، لماذا؟ لأنها مغيبة في الأنف، فغيب في الضبط تابعا لتغيبها في الأنف. كذلك ينفقون هذه النون قبل الفاء تعرى من الضبط لأنها مغيبة في الأنف كما سبق لنا في باب النون الساكنة. الميم إن سكنت قبل الباء فعرها واقرأها بالإخفاء، واقرأها بالإخفاء على حسب ما سبق لنا من تفصيل. فإن كانت الميم أصلية الذات وأصلية السكون فإنك تقرأها بالإخفاء على الوجه الراجح لا على وجه الوجوب، أي على الوجه الراجح على إظهارها، كما سبقنا في قوله تعالى من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الميم الساكنة هنا يجوز أن تقرأ بالإظهار أي على الشفتين، ويجوز أن تقرأ بالإخفاء أي بالتغييب في قاع الأنف مع راجحية الإخفاء كما سبق. أما إذا كانت هذه الميم عارضة الذات كما في قوله تعالى أنبئهم، أم معنى كان أصلها النون، فإنه يتعين به قرأ بالإخفاء على سبيل الوجوب. وكذلك أيضا إذا كانت غير أصلية السكون كما في قراءة أبي عمرو البصري من قوله تعالى أليس الله أبي المسير صلى الله عليه وسلم يقول في أحكام الحاكمين إن الله قد حكم بين العباد، الذي صلى الله عليه وسلم فيه مثال إن الله قد حكم بين العباد، فلا بد هنا من الإخفاء، وقرأها بالإخفاء. ثم قال وأدغما بغنة في مثلها، إذا وقعت قبل مثلها فإنه يتعين إدغامها بغنة ومثلهم معه داخله.
شوف شي مثال اخويا لك من غير ميم الجمع. ميم ساكنة قبل مثلها. هنا شي ميم كوني شكون يبدل شي ميم؟ كاين شي ميم. ومثلهم معهم شرع لكم من الدين، تاني من الجمع، شرع لكم من الدين، شرع لكم من الدين كما يقرأ المكي، كذلك أبو جعفر شرع، هذا غير من بنشوش وقعت شيء غير مع غير من الجمع، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه إلى آخره لا علم. والميم الساكنة أيضا قبل مثلها سواء كانت ساكنة على وجه التقصير فمثلهم معهم كما ذكرنا شرع لكم من الدين، أو كانت ساكنة على وجه العروس كما في قراءة أبي عمرو البصري أيضا بمثل قوله تعالى الرحيم ملك يوم الدين، فإنه يسكن هذه الميم لأجل الإدغام، فيتعين أيضا التصويت بالأنف الرحيم ملك يوم الدين. وعند ما يأتي هذا الإدغام فإن أبا عمرو البصري يجوز الأوجه الثلاثة من حيث من جهة المد، فيجوز القصر والتوسط والإشباع. الرحيم ملك يوم الدين والتوسط الرحيم ملك يوم الدين، وكذلك الإشباع الرحيم ملك يوم الدين. وبعض من ينتمي للقراءة يضع في رسمية الإمام البصري علامة المط إشارة إلى الإشباع، ومذهب هؤلاء أنه يتعين الإشباع لأبي عمرو البصري فيما عرض سكونه للإدغام، وقد نص الإمام ابن الجزري في نشره على خلاف ذلك، فالسكون فالمد لأجل السكون العارض للإدغام كالمد لأجل السكون العارض للوقف. فالرحيم ملك يوم الدين مثل قول الله تبارك وتعالى يوم الدين، فالياء في الدين جاء المد فيها لأجل السكون العارض للوقف وسكون الدين، فيجوز فيها الأوجه الثلاثة عند جميع القراء، الدين هكذا بالقصر، الدين هكذا بالتوسط، الدين بالإشباع، وهو البلوغ بها إلى ست حركات. كذلك أيضا مثلها ما عرض سكونه لأجل الإدغام كما في قراءة أبي عمرو البصري في مثل قوله تعالى الرحيم ملك يوم الدين، وفي مثل قوله تعالى قال ربي، وهذا الإدغام مروي له من روايتيه كما حققه صاحب النصر وليس من رواية السوسي كما ذهب إليه الشاطبي، فإنه خلاف التحقيق. القسم الثالث أشار إليه هذا الناظم بقوله وافصل لدى باقي الحروف كلها، افصل هذا هو الإظهار، وافصل أي افصل الميم الساكنة عما بعدها بالنسبة لباقي الحروف، أي بالنسبة لما عدا المثل الذي هو مثل الميم، وبالنسبة لما عدا المجانس الذي هو الباء. فإذا وقعت الميم الساكنة قبل غير الميم أي قبل غير مثلها وقبل غير مجانسها الذي هو الباء، فإنه يتعين فيها الإظهار قولا واحدا، ويجب الاعتناء بهذا الإظهار إذا كانت قبل مقاربها مين فائل وواو من الواو كما ذكرنا. هذا ما يتعلق بأحكام الميم الساكنة، هذا هو تجويدها، فتجويد الميم الساكنة طارة تجوز على طريقة الإظهار، يكون تجويدها هو الإظهار، وطارة يكون تجويدها هو الإخفاء، وطارة يكون تجويدها هو الادغام بغناء. ثم بعد هذا ننتقل إلى تجويد بعض السواكن الأخرى، وهي ترجع إلى ما سكن من الزلقيات، وذلك هو اللام.
فاللام إذا كانت ساكنة فما هو حكمها؟ يعني إذا كانت ساكنة أثناء وجه فيها هل تغلظ أو ترقق وستكون مغلظة أو تكون مرققة؟ حكم اللام إذا كانت ساكنة فإنها ترقق دائما وأبدا علت فيظللن رواكب على ظهره يظللن ذيك اللام الثانية ما بالنسبة للام الأولى المفتوحة هذه سيأتي الكلام عليها في الله إن شاء الله سيأتي الكلام عليها فيظللن شوف شي لام أخرى من صلصال كالفخار من صلصال كالفخار فلا بد من ترقيق هذه اللام إلا إذا كان سكونها عارضا إثر ما يجب تفخيمه عند ورث وقعت إثر الصاد أو الظاء أو الطاء وسكنت في الوقت فحينئذ يجوز فيها الأمران عند ورث كما في قوله تعالى طال عليهم العمر طال عند ورث تفخم فإذا سكنت وتقول طال فيجوز عنده الأمران يجوز التفخيم والترقيق طال للتفخيم حملا على الوصل أو طال للترقيق حملا على الراهنة لأن الأصل في اللام الساكنة أن تكون مرققة فروي لورش هنا الوجهة التفخيم بناء على الأصل الذي هو طال 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 فهو يقول هذا السكون عارض فلا عبرة بالعارض ومنهم من يعتد به لأجل حنين اللام إلى أصلها عندما تسكن طال طال عليهم العمر طال عليهم العمر فاش كاين شي لام أخر هكا انفصالا عن تراضي منهما انفصال لا يعني مرقق في الأصل ودرك اللي كان مفخم في الوصول هو اللي فيه الخلاف ما بالغدو والأصال إلا مكسورة ولا مرققة هذا باتفاق ما فيها يعني ما فيها خلاف والأصال ما كان علاش تحملها إنها كانت أيضا مرققة في حالة في الوصل بغيت نشوف شيلان يعني يكون فيها الوقت أدائي نظرك الطال فطاح طال عليهم الأمور هذا الوقف امتحاني فقط فإذا قيل لك مثلا وعليكم السلام كيف تقف على اللام من قوله عند ورث من قوله تعالى حتى طال عليهم العمر كيف تقف عليها هل تقف عليها مرققة أم مفخمة الجواب عند ذلك أنه يجوز الأمران حتى طال ما كاينش شي متلاقر لا علينا بناء لجهة فلقل ويجي قبل من الصاد ولا الظاء ولا الطاء اللي هما الاسباب ديال تغليظ اللام عند ورش غلظ ورش فتحتا لم يلي طاء وظاء ولصاد مهمل اذا اتينا متحركات بالفتح قبل او مسكنات تتقل الخوف في طال وفي فصال وفي ذوات الياء ان امال وفي الذي يسكن غير حنا عندنا عرف ديك يسكن نعرف نتكلموا باللام الساكنه وانا نخلصوا هاد بغيرها ايه باش يمكننا نفصلوا بين هذه الجوانب التي نحن بصددها فاللام الساكنه ترقق دائما وابدا من صلصال انا قلتها من صلصال لا يجوز فهذه اللام هذيك راه مرققه مطلقا هذيك مرققه مطلقا باقي الله ما عرفتش علاش مركزين راه بين اللام معناه كانت مفتوحه في الاصل اطراء صادي او ضائي او طائي ثم عرض سكونها في الوقف حضرك طال عند وصف مفخمه ما فيها اشكال بينا احنا تجينا بحال هاد اللمكه تجي ساكنه في الوقف لا تكون اطراء الظاء او الصاد او الطاء باش نحملوها على الوجهين دروك طال
عند الامتحان عند الوقف الامتحاني قل فيها طال بالتفخيم او طال بالترقيق عند اول شيء وحده لا عند غيره ما عند غيره هي تعني مستقيم. فاذا قيل لك مثلا كيف تقف على طال عند غير ورش من القراء تقول له طال حنف لها الوصل ان عند ذكر غير ورش من القراء عند الوصل تاتي يقول طال حتى طالع فطال عليهم العمر زف فطال ورش فطاب عليهم العمر الى اخره عرفني المثال جلاب عز وقد فصى لكم ما حرم عليكم وقد فصى لكم افصل اذا وقفنا عليه غادي نقولوا وقد فصل بالترقيق دائما دول او تقول وقد فصل بالتفخيم لازم جاني عند ورش وقد فصل وقد فصل لازم جاني عند ورش ما عند غيره فانه يتعين الترقيق كل وصل وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل هذا ما كاين الترقيق وجه واحد الضد لا ما كيأثرش ما كنخلط لكم هذا الشيء الضد لا يؤثر ولم تفخم بعض هذه المعجمي لبعد مخرج تعلم وعلمي قضية خاصة بالصاد والظاء والصاء الظاء المشاهد أما الضد المعجم فإنه لا يؤثر عند ورش كغيره من القراء فمن يهدي من ضل الله في وين فرش فمن يهدي من ضل الله نعم وابل فطل فطل وابل نعم ايه؟ ما دخلتها؟ انه يشترط في اللام ان تكون مفتوحة غلظة ورسول فتحة اللام ما اذا كانت اللام مضمومة او كانت مكسورة فانها تحقق عند جميع القراء لا ورس ولا غيره هذه فاصل لستيغة اذا وصلتها لا بد من الفتح لا بد من ان تكون اللام مفتوحة فان كانت اللام مضمومة او كانت مكسورة او كانت ساكنه يعني سكون اصلي كيف ذكرنا لكم هذه ترقق باتفاق ويشترط ان يكون الحرف صادا او ظاء او ظاء اما غير هذه الثلاثة فانه لا يؤثر في التخيم ويشترط بها الصاد والطاء والظاء ان تكون مفتوحه ما تكون مضمومه ما تكون مكسوره ما تكون ساكنه لا ان تكون مفتوحه او ساكنه مفتوحه او ساكنه لا مضمومه ولا مكسوره حتى ما طلع الفجر هذا عنده ما طلع ما طلع الليل نعم إذ ظلمتم ظل هذا مفتوح فما نظلم لا تظلمون ولا تظلمون عنده إنه يفخم لما هنا ولا علينا غير المراد عندنا ما كان ساكنا من اللامات فإنه يتعين ترقيقه إلا إذا كان سكونه عارضا بعد صاد بعد صاد أو ضاء أو ضاء مفتوحة ولا يكون ذلك إلا في الوقت فإن وصل يجوز الوجهين يجوز التفخيم ويجوز الترقيق فحفظ مع الحاء والباء والدال من طريق عبيد بن الصفاح أما من طريق عمرو بن الصفاح فهو مع أهل الخلاف فمن أهل الأداء من روى له الاستغان ومن أهل الأداء من روى له الإظهار يا أخي يظهر لي الله القضية صلحة يس أثناء الخلاصة ديالتاج الخلاصة ديالتاج من السكنة في طليعتي هاتين السورتين أن القراء بالنسبة لهما عندهم خلافا كان بلاء القراء على ثلاثة أحوال فمنهم من أخذ بالازدغام وجها واحدا وهو علي وهشام علي الكساء وهشام أخذ بالازدغام فقط ياسين والقرآن الحكيم هذا كله في نصف الغام علوم نصف التنسكين نون والقلم وما يذكرون ومنهم من أخذ بالإظهار وهو ح
حمزة البصري وحمزة والبزي عليكم السلام ورحمة الله وحف من طريق أبي من طريق عبيد بن الصفار وكذلك أيضا خالد بالنسبة للصورة الثانية وهي صورة القلم فإنه أثبت الإظهار فيها دون خلاف ومنه أي القراء من أثبت الخلاف دائما وهو نافع بكامله معنى بكامله أي من رواية قال الغور بالنسبة للصورة الأولى وكذلك أيضا نافع وكذلك عاصم وكذلك ابن دكوان والبزي فهؤلاء القراء ثابت في حقهم الخلاف بالنسبة لهذه النون الساكنة قبل الواو فمنهم من أثبت لهم الاستغان ومنهم من أثبت لهم الإظهار وخالد بن الجزري القنصري وكيل الوجهين صحيح لهؤلاء القراء فإن قرأت لهما بالاستغان فهو صحيح وإن قرأت لهما بالإظهار فهو صحيح فكيل الوجهين صحيح هذا ما يتعلق بالنون قبل الواو من فاتحة سورة ياسين ومن فاتحة سورة الخلاف بقي عندنا شيء من أخرى كنا كنفخنا الفكر ديالها وهذا بعض ما يحضرنا من هذه مما سكن من النولات فلنأخذ على بركة الله فيما سكن من التلقيات استثناء النون حروف التقيائية اللام والنون والراء كان الحروف المطلقة وكان الحروف التلقية عند أهل التجويد الحروف المطلقة هي خمسة مور بمثال أو فر من لبت وفر من لبت الحروف المطلقة ماشي فر من لبتين كما يقول بعض الذين يقرؤون المقسمة الجزرية فر من لبتين في الإسلام لا يفر من لبتين يعني التركيب ذاك يعني في المعنى ديالو كيف فر من لب فر من عقلي الإنسان لا يفر من عقلي ما فيه فر من العقل فر من لب فر إلى ربه من لب أي من ثبت له اللب أي كمال العقل هذا المعنى ديال هذا التركيب ولم يرد في اللغة العربية المضعف من باب فعلاء إلا في هذه الكلمة وكلمة أخرى وهي حب كما يقول ابن مالك في باب نعمة وبيه واجعل فاعلا من ذي ثلاثة كنعمة إلى أن يقول ومثل نعمة حفظها الفاعلين وإن تريد زمن فقول لا حفظها وأولي ذا مخصوصة إلى أن يقول ودون أذان ضمام الحاكفون يعني ما أخذت على أول بي كيف تقول تحفظ فيها وإن تريد من فقل لا حفدا وأو لذا مخصوصة أي كان لا تعديل بذا فهو يضاهي المثلا إلى آخره هي المراد ديال المعنى ديال البيت هو أن حفا إذا وصلت بذا في باب نعمة وبيت فلا بد من فتح حائها قل حفدا فإن كانت دون لا وقصد بها المزح أو الزل فيتعين ضم حائها في الغالب الشائع يقول ابن مالك ودون ذا أي دون ذا لما حفظك فذا دون ذا أي حفظ بدون ذا ودون ذا انضمام الحاء كثرة أي كثرة انضمام الحاء فتقول توبة وأصله حينئذ حابوبة فنقلت حركة أول مثلين فوصل الإدغام فصار توبة ثم أدغم المثل في المثل فصار حبا وهذا ما جئت كلمات لورد في العربية من باب فاعلاء المضعف إن فاعلاء نعم المضعف في العربية يكثر أن يكون من باب فاعلاء ويقين أن يكون من باب فاعلاء وأقل من أن يكون من باب فاعل سبقا بالسبب اسمها مزدى شدى شاددى
لا اخره رد رددا غالب المضعف يكون من باب فعل وقد يكون من باب فعل ونظم بعضهم بعض الافعال التي ورد من باب فعل يقول الجواب حاول فعل الخير الزوى برا قرت عين الحادري الزوى بالشاه طفط بالطعام الى اخره يا غريب موجود في القران لذا وبرا قرت عين الحادري لذا وتلذ العين هذه العلامه ديالته فالمضعف اذا كان من باب فعل علامته ان يكون مفتوحة العين في المضارع وتلذ الاعين فتقول لذيذت عينا لذيذت عند السكين بكسر العين برا فين كاينه في القران برا كاينه يقول برا هذيك بلا رانا هذيك رانا بمعنى السوله واش كاينه برا يا برو فانا غلط ما كاينه كاينه تقرا قرت عين الحبري كيف قر عينها ما جات هي كيف قر كاينه عبد في القران لا ايه لذة كينا الجواب حودة ودة كينا ربما يود ما قلناش يود يود فاصله وددت وددت الشيء أوده ود يود شو كينا في القرآن القرآن مستوى بشا مستى لا يمسه إلا المطهرون فلو كان يمسه هنا من باب فعال كان من باب فعال مستى ما سسته يقول خطر قوله يموت ما فيش الشيء أمسه لا يمسه إلا المطهرون الجواب حاوزة الخيل الزوى برا قرص عين الحبرين الثواب شاء صفة بالطعام مطى وعض عض ويوم يعض الظالم على يديه عضيت اللحم أعضه إلى آخره هذا قليل وأقل من أن يكون من باب فعول ولم يرد منه إلا كلمتان وهما لب ولب فر من لب اي من كان ذا لب اي من كان ذا عقل كامل وراجع فقد اثر بعضهم الى هذا فقال فعل عنهم في الطبائع وذا وشبهها ولم يريض مضعفا الا قليلا مع غيره ولا مجاوزان الا بتضمين فلا ولم تسل ياء مكان العين ولا منه في استواء فعلين هذه احكام ديال باب فاعله هذه معروفه عند اهل العلم بالتصريف فاعله عنهم بالطبائع وفا وشبها ولم يرد مضعفا الا قليلا وهو هذه الكلمات لب ولب الغرض عندنا هو ان الحروف بالنسبه للزلقه عندنا الحروف المزلقه ايه والحروف الاخرى والزلقيه فالحروف المزلقه عندهم هي مور بينا فال او فراء من لبا الميم والراء والباء والنون الفاء وخاصية هذه الحروف المطلقة ان الكلمة اذا كانت مشتملة على اربعة سنت رباعية او كانت خماسية فلا بد من ان يكون فيها بعض هذه الحروف المطلقة لا بد بخلاف غيرها من الحروف تتمام الحروف المصمتة فإذا معنى مصمتة أصنفت عن أن تتركب منها الكلمة الرباعية أو الخماسية تلك الكلمة الرباعية يمكن تكون كلها من الحروف المزلقة والخماسية يمكن كلها تكون من الحروف المزلقة تكون من الحروف المزلقة ويكون بعضها من الحروف المزلقة وبعضها من الحروف المصمتة المزلقة أما بس كل كلمة كلها من الحروف المصمتة هذا ممتنع في العربية وإذا جاء ما يوهمه فذاك دليل على أن الكلمة ليست من العربية بذات الأصل عجمية كما في قولهم عسجد اسم للذهب عسجد هذه الكلمة رباعية مركبة من عين وسين وجيم ودال وهذه الحروف من المصمتة ليست من المزلقة المطلقة هي أمور بنزال ما فيها عين ما فيها سين ما فيها جيم ما فيها دال فقد جاء تركيب هذه الكلمات الرباعية من
المصمطة فقط، فهذا دليل على أن كلمة عجز ليست بعربية وإنما هي أعجمية في الأصل، فأدخلت هي معربة وليست بعربية أصلية كما هو معروف. أما الزلخيات فهي هذه الحروف اللام والنون والرمي المطلقة. إذن غادي يقول لي عندنا كل زلقيين مطلق وليس كل مطلق زلقيا، كل زلقي مطلق وليس كل مطلق زلقيا، كل زلقي اللام زلقية فهي مطلقة، النون زلقية فهي مطلقة، الراء دينارة زلقية فهي مطلقة. أتبقى لنا وعليكم السلام الميم فتقول ألفا، الميم مطلقة وليست بزلقية، ألفا مطلقة وليست بزلقيات. هذه الزلقيات هي اللام والنون والراء، تجويد النون ساكنة سبعة، بقي لنا تجويد اللام الساكنة وتجويد الراء الساكنة، وسيأتي الكلام عليهما إن شاء الله في الغد. وسبق أن الساكن إما أن يكون سكونه حيا وإما أن يكون ميتا، فإذا كان حيا فتم الكلام عليه، وإن كان ميتا فسيأتي في الجانب الرابع وهو ترتيب المدات، الترتيب الحركات والسكنات والشدات والمدات، فما سكونه ميت من حروف العله سيأتي الكلام عليه في باب المدات. ثم بعد هذا تكلمنا على ما سكن من الزرقيات، وتكلمنا يعني من بين هذه الزرقيات تكلمنا على النون بالخصوص، وذكرنا ان لها احكاما تبلغ نحو الاربعه. الاول الاظهار على طرف اللسان، ويراعى ذلك قبل حرف الحرق قبل حروف الحرق السته كما سبق لنا. والحكم الثاني الاستغلال، ويراعى ذلك بالنسبة للساكنة قبل أحرف يرمزون، قبل الراء واللام وقبل مثلها والميم وقبل الياء والواو كما سبق لنا يرمزون. والحكم الثالث للنون الساكنة هو إخفاؤها أي تغييبها في الألف، ويراعى ذلك قبل 15 حرفا، وهي اللهويتان القاف والكاف، وما عدا من الشهريات الشين والجيم والضاد، والقطعيات الطاء والدال والتاء، والاثليات الصاد والزاي والسين، والنسويات الظاء والزال والتاء، واول التفويات وهو الظاء. السلام عليكم. السلام عليكم. الساكنه قبل هذه الحروف 15 يتعين اخفاؤها في التجويد الفلكي كما سبق لنا. الحكم الثالث الحكم الرابع والاخير للنون الساكنات هو ما يتعلق بها قبل الباء، فاذا وقعت قبل الباء فحكمها الإزال والاقلاب او القلب، اي قلبها الى ما يقاربها وهو الميم على سبيل الوجوب، وسواء في ذلك علم اللغه العربيه او علم الاداء الترتيبي فانه على وفاق هذا، فكل منهما يوجب قلب النون الساكنة قبل الباء ولو كانت يمينا. وسبق بعض الأمثلة لذلك، بعض الأمثلة القرآنية لذلك، منها قول الله تبارك وتعالى لا ينبذن في الحطمات، ومنها قوله تعالى أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم، وكذلك قوله تعالى بالنسبة للسنين إن الله عليم بذات الصدور وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وجيء يومئذ بجهنم، إلى غير ذلك من الآيات القرآنية. وإلى هذا يشير الإمام الثاني في منبهته، النون والسنون عند الباء يلزم في النحو وفي الأداء أن يقلبا من بلا إبغام اللفظ والقرآن والكلام. وقد أصائلها ابن مالك في ألفيته حيث قال وقبل باقله من النائذة كان مسكن كمن تملها، فهذا الإقلاب لا بد منه، فمن أحل به فإنه يعتبر لاحن في كتاب الله عز وجل
لحنا جاهزا ظاهريا يأتم بسببه كما سبق لنا. ومما يلتحق بهذا الباب كما سبق ما يتعلق بالنون الساكنة في فاتحة قبل الواو من فاتحة سورة ياسين، وكذلك فاتحة سورة القلم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، نون والقلم وما يسطرون. فهذه النون قبل هذه وفي فاتحة سورة ياسين وكذلك في فاتحة سورة قلم فيها خلاف بين أهل الأذى، فليست كالنون قبل الواو والياء فيما عدا من أمثلة القرآن، بل هذه لها حكم خاص، وهو أن أهل الأداء اختلفوا في ذلك على مذاهب ثلاثة، فمنهم الأوجب الإدغام وهو المرموز لهما بغلة الراء واللام، علي الكسائي وهشام، فعلي الكسائي وهشام يوجبان الإدغام هنا، فيقولان ياسين والقرآن الحكيم، نون والقلم وما يسطرون. ومنهم من أوجب الإظهار وهو المرموز لهم بحذف الحاء البصري الإمام البصري والفاء حمزاء والزاي الإمام يعني تلميذ مكي البزي، فالحاء فالمرموز لهم بالحاء وهم البصري والفاء وهو حمزة والزاي وهو البزي يوجبون الإظهار، فيقولون ياسين والقرآن الحكيم، نون والقلم وما يسطرون. ويدخل مع هؤلاء الثلاثة حفص من طريق عبيد بن الصفاح، فحفص من هذه الطريقة وهي طريقة عبيد بن الصفاح ليس له إلا الإظهار كهؤلاء الثلاثة. وكذلك أيضا قالون في روايته عن نافع بالنسبة لصورة القلم فليس له أيضا إلا الإظهار. وأما أهل الخلاف وما يتعلق بالمذهب الثالث فهم ثلاثة، المرموز لهم بميمه الميم ابن ذكوان، والنون عاصم، والهاء هذا السيد في القمة ديال قنبول، والهاء هي البزي، والهاء للبزي، فقنبول يدخل فيما يتعلق بالإظهار، فيما يتعلق بالإظهار. أما هنا وهو ما يتعلق بخلاف منه فهو ما يرجع للبزي، فالنين ابن ذكوان والنون عاصم والهاء للبزي، هؤلاء الثلاثة لهم الخلاف في هذه النون التي قبل الواو من صورة ياسين ومن صورة القلم. فيجوزون الأمرين، يجوزون الإظهار كما يجوزون الابتغال، ومعهم في هذا الخلاف نافع من روايتين بالنسبة لصورة ياسين، وأما بالنسبة لصورة القلم فمعهم مرسل من طريق نافع فقط، وهذا سبق ذكره بالأمس. كذلك أيضا مما يلتحق بهذا الباب ما يتعلق بكلمات أربعة، الكلمة الأولى قوله تعالى من سورة يوسف لا تأمنا على يوسف، فهذه الكلمة أجمع القراء على ادغامها، فمنهم من ادغمها ادغاما تاما وهو أبو جعفر فيقول لا تأمنا على يوسف، ومنهم من يدغمها إدغاما ناقصا أي مشوبا بالروم أو مشوبا بالإشمام وهو باقي القراء التسعة، باقي القراء وهم التسعة إلى آخره بعد أبي جعفر، يعني القراء عشرة، فالقراء ما عدا أبا جعفر وهم التسعة يجوزون الادغام مع الروم أو مع الإشمام كما سبق لنا. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية هي قول الله تبارك وتعالى من سورة كهف قال ما مكني فيه ربي خير، فإن المكي من بين القراء السبعة
يوجب إظهارها، روي له الإظهار، يقول ما مكنني فيه في خير، والقراء الستة من السبعة فإنه أثبتوا الاستغامة هنا قولا واحدا، قال ما مكنني فيه في خير. هذه الكلمة الثانية. الكلمة الثالثة قوله تعالى أتمزونني في سورة النمل، فإنه قد انفرد باستغامها الإمام حمزة فقال أتمزونني. والكلمة الرابعة هي قوله تبارك وتعالى من سورة الأحقاف أتعدانني، فإن هشاما من بين القراء انفرد باستغامها فقرأ هكذا أتعدانني. فهذه هي الكلمات الأربع التي تلتحق بباب النون الساكنة، ووجه التحاقها بها أنها عند التسكير تصير ملاقية لمثلها وهو النون، فيتعين الإدغام. ما مكنني أصله ما مكنني، سكن أول مكين فتعين الإدغام إلى آخر الكلمات الأربع. ومما يلتحق أيضا بهذا الباب ما جاء في قراءة أبي عامر البصري من استغام النون المتحركة قبل اللام أو الراء، قبل اللام كقوله تعالى أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقبل الراء كقول الله تبارك وتعالى أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قار يعني الراء قار ربي، هذا بالنسبة للام مع الراء أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وكذلك بالنسبة للراء. وسيأتي إن شاء الله إذا حضرنا المثالون فإننا سنذكره. النون قبل اللام أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أصله أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، فأبو عمرو البصري يسكن هذه النون توصلا للابتغام فيقول أنؤمن لك، ثم يدغم النون في اللام، وهو على أصله كما سبق لنا من جواز إبقاء الغنة وتركها، من جواز إبقائها، وهذا ما نص عليه ابن الجزري في نشره، من أن الاستغامة كما سبق لنا بغنة عند النون واللام روية عند أهل الحجاز وعند أهل الشام وعند أهل البصرة، والمراد بأهل البصرة أبو عامر البصري ويعقوب الحضرمي، فإنه روية لهؤلاء الاستغام بغنة عند اللام والراء يعني على وجه الزواج، فهم يجوزون الاستغام التام ويجوزون الإدغام الناقص وهو المسرب بغنة كما سبق لنا. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذل، فيجوز أن نقرأ هذا الحرف في رواية أبي عامر البصري بالإدغام التام وبالإدغام الناقص، بالإدغام التام أنؤمن لك واتبعك الأرذل، وبالإدغام الناقص أنؤمن لك واتبعك الأرذل. والإدغام الناقص جاء من طريق النصر لا من طريق التثير ولا من طريق الشاطبية، لا من طريق الشاطبية التي أصلها التثير ولا من طريق أصل الشاطبية الذي هو التثير، فالتثير لم ينص، وكذلك ما نظمه في ما نظم في ما نظمه الشاطبي في حيث الأمان فإنه نظم التثير الآخر وفي أصلها التثير كما هو معروف، فإنه لم ينص إلا على الإدغام التام، ومن ثم اشتهر عند قراء المغاربة. أما صاحب النصر في أما صاحب النصر وكذلك يعني في نصره الكبير وكذلك في منظومة طيبة النصر فإنه نص على جواز أمرين، أي الإدغام الناقص والإدغام التام عند أهل الحجاز، وهم نافع المدني وأبو جعفر المدني وابن كثير المكي، وعند أهل البصرة وهم أبو يعقوب الحضرمي وأبو عمرو البصري، وعند أهل الشام وهو ابن عام الشامي، هذا هو المقصود به، وأتبعه الذين قرأوا بقراءة روايته وبقراءته، وكذلك أيضا عند حفص من أهل الكوفة كما سبق لنا، فإن حفص من أهل الكوفة أيضا يجوز الإدغام الناقص والإدغام التام قبل اللام القرئي. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك.
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سو ربك استقيموا تختلفوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده